بسم الله الرحمن الرحيم. شيت 7 الاساينمنت 7 في الهيدروليك بيتكلم عن الفيسكاس فلويد فلو اندكت او اللي هو السريان، واخد في اعتباري الفيسكوستي. الشيت ده هتلاقيه مبني كتير على برنيل ايكويشن اللي احنا شفناه. لما كان بيبقى عندنا سريان، ادي بايب لاين بالشكل ده، ادي نقطه 1، ادي النقطه 2، وفي سريان من 1 لـ2 بالشكل ده. فكنا بنكتب برنيل ايكويشن بنقول بي 1 على جاما زائد في 1 تربيع على 2 جي زائد زد 1، ده بيساوي نفس الكلام عند 2، بي 2 على جاما زائد في 2 تربيع على 2 جي زائد زد 2. دي كانت صورة معادلة برنيلي ايكويشن. المعادلة دي كانت بتهمل الفيسكوستي، يعني كنا بنقول النقطة السريان من 1 لـ2، الفلو ده ايديال فلو. وبالتالي الفيسكوستي بزيرو، فبنقول عليه ده مش ريال فلو. أما بقى لو أنا عايز أجيب الريال فلو، لو أنا عايز أحل اللي هو شيت 7 ده. شيت 7 ده الفيسكوس فلويد فلو في الدكتس، أو اللي ساعات بنسميه الريال فلو. الفلو الحقيقي اللي بيحصل في السريان في الأنابيب. لو عايزين نجيب صورة معادلة برنيل ايكويشن اللي بتحاكي القصة دي، فدي اللي بنسميها انرجي ايكويشن. احنا بنستعمل نفس صورة برنيل ايكويشن بس بنعدل فيها. فبنقول برضو بنكتبها بين نقطتين بينهم ستريم لاين، بنقول بي 1 على جاما زائد في 1 تربيع على 2 جي زائد زد 1 يساوي بي 2 على جاما زائد في 2 تربيع على 2 جي زائد زد 2. لغايه دلوقتي هي دي الصوره المعروفه بتاعت برنيل ايكويشن. بس هو الفكره فين؟ ما دام دي صور طاقه، فما دام السريان مشي من 1 لـ2 في الريال فلو مش بيمشي ببلاش، مش هيمشي كده وخلاص، لازم في جزء من الطاقه هيفقد في اثناء الاحتكاك في السريان من 1 لـ2. يعني الفلو من 1 لـ2 هيفقد جزء من الطاقه بتاعته. فبالتالي ما ينفعش اقول ان مجموع الطاقات عند 1 هو ده كان مجموع الطاقات عند 2، ما ينفعش. وبالتالي لازم تتعدل. فبنقول مجموع الطاقات عند 1 يساوي مجموع الطاقات عند 2 زائد جزء من الطاقه اللي فقد من 1 لـ2. جزء من الطاقه اللي فقد من 1 لـ2 اللي هنسميه اتش لوسز من 1 إلى 2، نسميه اتش ال. اتش لوسز ده جزء من الطاقه اللي فقد، وده برضو هيتقاس بنفس الوحدات اللي متقاسه بيها كل الترمات دي. الترمات دي كلها هيد، ده بريشر هيد، ده فيلوسيتي هيد، ده البوزيشن وهكذا. فده برضو لوسز وبالترمز از هيد بيتقاس بالمتر وهكذا. طبعا المعادله دي برضو مش فالد بالشكل ده، ما دام لو ان النقطه من 1 لـ2 في بينهم طرمبه او بامب، او بمعنى ديفايس بتاد انرجي او بتكستراكت انرجي من السيستم. عامه دي الصوره العامه، لو ان النقطه من 1 لـ2 مفيش بينهم، في بينهم يا دوبك سريان مباشر من 1 لـ2، وده ريال فلو اتحط بالشكل ده. طب لا يا عم، انا بشتغل ايديال فلو برنيل ايكويشن الزمنيه، فكنت كتبت المعادله بالصوره دي. يبقى هي دي الصورة اللي هنشتغل بيها، دي الصورة اللي هنشتغل بيها. تعال نتكلم على الترم الجديد اللي اتضاف علينا ده. الترم الجديد اللي اتضاف هو اتش لوسز ده، هنحسبه ازاي وبيتكون منين وكده. اتش لوسز ده يبقى اتش لوسز في المسار من 1 لـ2، دي مجموع اللوسز اللي فقدت في المسار. دي بتتقسم لجزئين، ماينور وميجور. يعني الماينور دي اللي اكواع، المحابس، تانيات، الماسوره كده متنيه في محبس، في كوع، في السكه، القصه دي كلها بتفقد جزء من الطاقه، بس دي ماينور مقارنه بالميجور. الميجور ده اللي هو نتيجه الفريكشن. وعشان كده في ناس هتلاقي تكتب اتش لوسز دي بتساوي اتش اف، يعني هو كده ايه شال الماينور من الحسبه بتاعته. طيب اتش اف ده اللوسز ديو تو الفريكشن، اتش اف ده اللي هو اللوسز ديو تو فريكشن لوس. يتحسب ازاي؟ ده ليه معادله وليه قانون. بنقول اتش اف بتساوي اف في ال على دي في الفي تربيع على 2 جي. طب احنا عارفين ان الكيو دي الصوره، يبقى دي الصوره الاولى، احفظها كده معايا. هنجيب صوره ثانيه.
الكيو دي مش بتساوي الاي في الفي، الفلو ريت بيساوي مساحه المقطع في السرعه، فاقدر اجيب صوره بدل ما اشيل الفيلوسيتي دي اجيب مكانها كيو، فاقدر اقول اتش اف دي بعد ما تعملها طبعا نعملها كده بالتفصيل، واعتبر ان القطر بتاعي الاريا دي باي على 4 في الدايمتر تربيع، واختصر كده وعوض هتلاقيها اتش لوسز او اتش اف دي بتساوي اف في ال على 12 واحد من عشرة في الدي اس 5 باور 5 في كيو تربيع في كيو. يبقى دي صوره تاني لازاي احسب اللوسز سواء بالفلوسي معايا في المساله بتاعت الفلوسز، فهشتغل بالصوره دي معايا كيو اشتغل بالصوره دي. ايه الفرق بين دي ودي؟ دي هي دي الرابط بينهم بس معادله الكونتينيوتي او معادله الصريان بتاعت الكيو. ده كل ما يقال في الشرح بتاع المسائل دي. تعال نستعرض المسائل ونشوفها ازاي همشي باسلوب الحل بتاعي. ادي الشيت بتاعي بسيط خالص، اربع مسائل نستعرضهم مع بعض مش هياخدوا حاجه بساط. اول مساله بيقول لي جليسرين، طبعا في جزئيات كده انا عديتها بس هنشرحها اثناء ما بقول يعني اشرحها انا لما نستعرضها. جليسرين سائل جليسرين كثافه بتاعته كذا والزوجه بتاعته كذا، مديني الخواص بتاعه. is to be pumped through horizontal smooth pipe at 3.1 متر مكعب في الثانيه. يبقى عندي بايب بالشكل ده بيمشي فيها الجليسرين من النقطه 1 للنقطه 2، المهم سموث بايب، بايب بالشكل ده والسرايم ماشي من 1 ل 2 والبايب دي سموز. ايه يعني سموز؟ هقول لك يعني سموز دي فايدتها معانا في الشغل زمان. وبيمشي الفلو ده كيو ب 3.1 متر مكعب على الثانيه، ولزوجه الجليسرين كذا والكثافه بتاعته كذا. It is desired that هو عايز يخلي الفلو ده يبقى لامينر. لامينر يعني ايه كلمه لامينر؟ لامينر واختها حاجه اسمها تربلنت. يبقى في لامينر وايه تربلنت؟ ايه اللامينر والتربلنت؟ ده انواع السرايا. الفلو هو ماشي في البايب نقدر نوصفه بنوعين، يا اما نقول عليه لامينر يا اما نقول عليه تربلنت. طب بناء على ايه؟ بناء على رقم. الرقم ده اسمه رينونت نمبر، وده علاقه ما بين الخواص بتاعت السريان. هو عباره عن الفيسكس فورس على الانيرشيا فورس، بس يعني تقدر تقول ان هو بيساوي الرو في الفي في الدي على الميو. ده رينز نمبر، ده مهم قوي. البارامتر ده او النمبر ده او الرقم ده مهم جدا، لازم تبقى عارفه وفهمه كويس خالص. ده بيساوي كثافه السائل في سرعه السائل في القطر الماسوره اللي ماشي فيها على اللزوجه بتاعت السائل. تقدر تقول برضه ليه صوره تاني لو جبت اللي هو النيو، حد فاكر النيو دي اللي هي الكيناماتيك فيسكوستي، ودي بتساوي الميو على الرو. اقدر اقول كده رينولد نمبر بيساوي في دي على نيو، اما الصوره دي واما الصوره دي، اللي بيحكم اخد دي او دي على حسب معاك انت اللزوجه والكثافه ولا معاك الكيناماتيك فيسكوستي مباشره على طول. بناء على الرقم ده بحدد نوع السرايان. يبقى الرقم ده ده بيسموه دايمنشنليس نمبر او دايمنشنليس جروب، ده رقم مهم خلاص يعني تفاصيله مش مهم قوي، المهم ان هو رقم بيعبر عن نوع السرايان. بناء على الرقم بتاعه نقدر نقول السرايان بتاعي ده لامينر او تربلر. لو الريند نمبر ده اقل من 2000 اقدر اقول على السرايان بتاعي ان هو لامينر. يعني مثلا ريوند نمبر ب 2 ب 3 ب 4 ب 10 ب 100 ب 200 ب 150 لحد 2000 اقدر اقول عليه لامينر. طب زاد عن ال 2000 اكبر من ال 2000 كده عدى ال 2000 اقدر اقول عليه تربلنت كده. طب ايه فرق اللامينر من التربلنت؟ القوانين اللي جايه بعد كده. القوانين اللي جايه لاحظ ان عندي اتش اف، انا ما اتكلمتش بالتفصيل عن مين الاف دي وماهيتها. ماهية الاف ده هيدخل معانا فيها قصة الريوند نمبر ده عبارة عن ايه. طيب يبقى دلوقتي هنا عرفنا ان في حاجة اسمها لامينر وتربلن، في سرايان لامينر وسرايان تربلن، بحكم عليه بناء على حاجة اسمها ريوند نمبر. الريوند نمبر اللي هي القانون بتاع رو في دي على ميو، وبقدر احسبه للسرايان بتاعي طالما معايا الفيلوستي ومعايا خواص السرايان من كثافة ولزوجة وقطر طبعا الانبوبة بتاعتي. حسبت الريوند نمبر يبقى عرفت نوع السرايان بتاعي. عرفنا يعني لوند نمبر كويس خالص.
ريل نمبر ده بستعمله في ان انا اميز فيه الاف اللي قلنا عليه. قلنا اتش اف دي بتحسب ازاي؟ اف في ال على دي في الفي تربيع على 2 في عجله الجاذبيه. كويس خالص. ال دي طول المسار اللي هيبقى من 1 ل 2. يعني انا بكتب الانرجي كويشن كتبتها عند نقطه 1 ومشيت بيها لحد نقطه هنا 2. طول المسار ده متعرج مايل رايح جاي طول المسار من 1 ل 2 هي دي ال. يبقى ال دي مش المسافه مباشره كده ستريت اخد خط مستقيم من 1 ل 2، لا ده طول المسار اللي مشيه الفلويد من 1 ل 2. الدي قطر الماسوره اللي ماشي فيها من 1 ل 2. الفيلوسيتي السرعه. الاف دي بقى الاف دي بتتجاب من حاجه اسمها مودي تشارت. اديني مودي تشارت بقولك اهو. ده اللي بيسموه مودي تشارت. ده مودي تشارت. مودي تشارت عباره عن علاقه ما بين ثلاث حاجات. ركز عشان تفهم ازاي تتعامل مع مودي تشارت ده. علاقه ما بين ثلاث حاجات. على الناحيه الاكس هنا ده رين نمبر اللي انت عارفه اهو. رين نمبر رو في الفي في الدي على الميو. يبقى انت لازم تحسب رين نمبر عشان تجيب مين؟ تجيب الاف هنا اهي اللي على الشمال. يبقى الاف دي هتجيبها بمعلوميه رين نمبر. مش كده وبس، وفي حاجه ثانيه على المحور اللي على اليمين هنا اللي سماها ابسلون على دي. كويس. ابسلون ده الرفنس. اما ابسلون على دي ده الريلاتيف رفنس. ليه؟ نتلاحظ هنا حاجه جميله خالص. مودي تشارت للعلاقات بتاعته الثلاث محاور بتوعه دول ما لهمش وحدات. ده دايمنشنلس جروب. فالرين نمبر احنا اتفقنا ان هو مجموع الابعديه ما لهوش وحدات. ما ينفعش هنا يحط الرفنس ويسكت ابسلون بس يقول لك مدى الخشونه بتاعت السطح الماسوره. لا، المره دي لازم يقسمها على قطر الماسوره عشان يجيب الخشونه النسبيه. ابسلون على دي علشان يطلع الاف برضو اللي هي دايمنشنلس جروب، وده اللي هو الفريكشن كوفيشنت. ده برضو ملهوش وحدات عشان كده هو بيستعمل الريلاتيف رفنس. طيب كويس. يبقى انت بمعلوميه الابسلون على دي ومعلوميه ريند نمبر تقدر تحدد من هذا الشارت الاف. طب ازاي؟ تعال ناخد مثال. معايا ابسلون على دي بالرقم ده 4 من 1000، ومعايا ريند نمبر وليكن 10 أس 5. بطلع قصاد ال 10 أس 5 مع الخط ال 10 أس 5 ده وامشي ده. يبقى هو ده الخط بتاعي اللي هشتغل عليه. لازم يتقاطع مع الخط بتاع الابسلون على دي الريلاتيف رفنس. انا مش باخد الرقم ده وبمشي بيه افقي تماما، لا، بمشي بيه منحني زي انحناءات الخطوط اللي مرسومه هنا. يبقى الخطوط دي في حد ذاتها منحنيه، فباخد انحناءاتها. يعني عند 4 من 100 مع ال 10 اس 5 نبص نلاحظ ادي اهو، ادي ال 4 من 100 اهي مع ال 10 اس 5 متقاطعين هنا. يعني الاف تقريبا اهو قبل ال 3 من 100 بشرطه، يعني في حدود بوينت 028 مثلا. فبرضه كمان تشوفها اهو، لو 1 من 10000، لو ابسلون على دي 1 من 10000 مع 10 اس 5 هتبان قوي دلوقتي. 10 اس 5 اهي 1 من 10000، ادي الخط 1 من 10000، امشي بيه كده مثلا تقاطعهم؟ لا، ده انا بمشي بيه مايل مع مشي الخطوط المايله نفسها. فبمشي بيه كده اهو زي ما هو ماشي الخط مايل، وادي اهو مع الخط ده تقاطعهم مع بعض. امشي كده، ادي اهي الاف بتاعتي عند المنطقه دي، يعني ما بين ال 15 من 1000 وبين ال 20 من 1000 او ال 2 من 100، وابدا اشوف عند الشرط دي واقسمهم واعرف الاف بتاعتي بكام. كده عرفت تجيب الاف. يبقى المعادله بتاعت اللوسز اللي حصلانه في السريان دي كده الاف اتكلمنا عنها. الاف دي ممكن انت ببساطه ما تحتاجش تروح لمودي تشارت لو ان السريان بتاعك لامينر. يعني ايه؟ يعني ده السريان المودي تشارت دي للسريان التربلنت. يعني مودي تشارت تروح ليه وتجيب اف ده لو ان السريان بتاعك تربلنت. طب ما لو السريان بتاعي لامينر، لا مش محتاج تروح مودي تشارت. في علاقه مباشره ما بين الاف والريند نمبر في حاله اللامينر فلو. في حاله اللامينر فلو، في حاله اللامينر فلو نقدر نقول اف بتساوي 64 على ريند نمبر. علاقه مباشره ما بين الاف والريند نمبر في حاله اللامينر فلو، علاقه مباشره على طول. طيب كويس.
تعال نشوف المسائل بتاعتي، اعتقد شرحنا كل اللي محتاجينه في المنهج. تعال نشوف المسائل وازاي نحلها مع بعض. اول مساله زي ما قلنا جليسرين مديني الكثافه ومديني اللزوجه بتاعته ومديني الكيو، عايز الراجل يخلي الفلو جوه الانبوبه دي اللي ماشي في الجليسرين الفلو تو بي لامينا اند ذا بريشر دروب بي نو مور ذان 100 باسكال لكل متر. وات از ذا مينيمم بايب دايمتر الاو؟ قيمه الدايمتر تكون كام اللي تعمل الشرطين دول، اللي هو اول شرط بيقول لك الفلو يكون لامينر والبريشر دروب اللوسز في 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 السريان ما تزيدش عن 100 باسكال لكل متر. تعال نشوفها دي مع بعض. ادي اهو، ادي عندي بايب هوريزونتال سموز بايب، ادي نقطه واحد هنا مثلا في اول البايب وادي نقطه اثنين، وادي السريان ماشي من واحد لاثنين. تعال نكتب المعادله بتاعت الانرجي كويشن اللي اتكلمنا عليها، ادي بي 1 على جاما زائد في 1 تربيع على 2 جي زائد زد 1 يساوي نفس الكلام عند 2 بي 2 على جاما زائد في 2 تربيع على 2 جي زائد زد 2 زائد ما ننساش دي الجديده ده الريال فلو زائد اتش اف او اتش لوسز اللي حصلت في المسار من 1 ل 2 واللي هي اتش اف. ايه رايك في زد 1 وزد 2؟ ما هو اصلا الماسوره كلها هوريزونتال يبقى زد 1 هو زد 2. طب ودي مش ماسوره واحده نفس القطر يبقى السرعه 1 هي هي السرعه 2. كده على طول تطلع معاك ان دلتا بي على جاما بتساوي اتش اف. حلو خالص. وفي قانون اداهولك الدكتور في المحاضره قال لك ان دلتا بي على جاما ده او دلتا بي على ال اداهولك بيساوي 128 ميو في كيو على قانون كده. القانون ده ممكن تستنتجه بسهوله على فكره. ازاي؟ انت لو جبت العلاقه دي تقدر تعوض تقول اتش اف بتساوي ايه؟ اف ال على دي في الفي تربيع على 2 جي. طيب وانا اعرف ان الفي بتساوي الكيو على الاريا والاريا دي باي على الاربعه في الدايمتر تربيع، ودي الاربعه فوق اهي. خد ده هنا وحط في الفلوستي، وكمان اعرف كمان ان الاف دي لسه قايلها لك انا ان عايز الفلو لامينر بتساوي 64 على الريوند نمبر، والريوند نمبر ده اللي هو مين؟ اللي هو رو في دي على ميو مقام المقام بسط. عوض بدول هتطلع القانون اللي اداهولك الدكتور في المحاضره اللي قال لك عليه ان دلتا بي على ال بتساوي 128. نشوفه بالظبط. دلتا بي على ال 128 ميو في كيو على باي في الدي اس 4. القانون ده مش محتاج تحفظه، انت ممكن تستنتجه هنا زي ما استنتجته لك. انت عايز تحفظه مباشر تقدر تستحفظه، بس لازم تعرف تطبيقه مش بيستعمل على طول كده وخلاص. معايا الدلتا بي على ال هو الراجل بيقول لي ما يزيدش عن 100 باسكال لكل متر، هشيل ده كله واحطه 100. الميو معايا، الكيو معايا 3.1 والديامتر هو بس المجهول، اقدر اطلع الديامتر. الراجل عمل الكلام ده في الحل في الموديل انسر وطلع لي القطر بتاعي. طلع القطر 1.17 من 100. راح قال لك طب ما في شرط تاني، انت مش شرط عليا اني الفلو ده يبقى لامينر وكمان البريشر دروب ما يزيدش. طب ما انا ممكن من علاقه الفلو اللامينر دي بمعلوميه ريند نمبر اني ما الفلو عشان يكون لامينر لازم يكون اقل من كام؟ اقل من 2000. قال لك طب ماشي، ما انا هاخد برضو الكلام ده هساوي ريوند نمبر باقل من 2000 واطقوا معايا كل الداتا كلها، معايا الكيو ومعايا الفلوستي ومعايا اقدر اطلع الدايمتر. جبت الدايمتر، والدايمتر الاقل فيهم هو اللي يقدر يحقق لي الكلام ده، واقل منه يحقق، هو عايز اقصى واحد، يبقى اقل دايمتر يحقق لك الشرطين اللي انت عايزهم، البريشر دروب ما يزيدش عن 100 باسكال للمتر والفلو يكون لامينر هو اللي هو الدايمتر اللي انت حسبته. ده اول مساله بسيطه وما فيهاش اي حاجه. تعال نشوف المساله اللي بعدها. The pipe flow in a figure is driven by pressurized air. بيديني خزان، الخزان ده الميه واصله فيه لحد مستوى وهنا في اير هواء، الهواء ده مضغوط هو اللي بيدوس على الميه دي عشان يصرف المايه في الخزان وبالتالي تطلع وتمشي في الانبوب دي وتطلع هنا. ادي اوبن جيت، الكيوب تطلع في النهايه. انزل تاني، وات جيج بريشر، هو عايز قيمه الضغط في الهواء ده
الهواء ده يكون مضغوط بكام بحيث يعمل السراني اللي موصوف ده. is needed to be provided water يديك كيو 60 متر مكعب في الاور for water at 20. الخواص بقى عشان هنستعملها الكثافه بكذا واللزوجه بتاعه السريان بتاعتي بكذا. طيب تعال نشوف المساله دي ادي اهو. ادي الاير المضغوط هنا اهو ضغطه بي واحد، هو عايز البي واحد دي، وادي السريان بيمشي لحد ما يطلع هنا، وده اوبن جيت ده بيرمي على الاتموسفير بكيو مدهاني ب 60 متر مكعب في الاور. هنحل المساله دي ازاي؟ برضه بنفس القوانين، هناخد الانرجي كويشن بتاعتي نقطتين، هاخد نقطتين ادي نقطه واحد على السطح الفاصل ما بين الهواء وبين الخزان، والنقطه اثنين عند الخروج من الانبوب هنا في الناحيه دي. هكتب الانرجي كويشن المره دي ما اسمهاش برنولي، ركز في دي اسمها انرجي كويشن. نقول بي واحد على جنب زائد في واحد تربيع على 2 جي زائد زد واحد هيساوي بي 2 على جنب زائد في 2 تربيع على 2 جي زائد زد 2 زائد مين؟ الترم الجديد اتش اف اللوسز اللي حصلت في المسار من 1 ل 2. ايه رايك في الضغط عند واحد؟ الضغط عند واحد ده احنا عايزين نجيبه، ده المجهول بتاعي. طب السرعه عند واحد مش ده خزان؟ مش ده سطح الخزان؟ السرعه عنده بزيرو، صغيره خالص مقارنه بالسرعات الثانيه. طب ايه رايك في الزد؟ الزد محتاجين ناخد ديتا، هو مديني ناسب كل السرعات بتاعتي للمنطقه دي. نقطه واحد اللي هو سطح الخزان ارتفاعه 10 متر، نقطه 2 ارتفاعه 80 متر. فيبقى زد واحد دي اهي ب 10 متر وزد 2 ب 80 متر. طيب ايه رايك في سرعه 2؟ نقول صفر؟ لا ما ينفعش، دي طالعه للاتموسفير اهي، دي اقدر اجيبها بدلاله مين؟ يبقى في 2 دي اقدر اجيبها بدلاله الكيو، اقدر اقول الكيو دي بتساوي الاي في الفي بتساوي باي على الاربعه. الدايمتر بتاع الكيو ده مدهوني، الدايمتر ده مديني دي سموز باي ب 5 سنتيمتر، فادي اهي 5 تربيع في الفيلوستي، والكيو دي 60 متر مكعب على الاور. ما تنساش تحول عشان تجيب السرعه في بتساوي، وحاسبها الراجل، الفيلوستي ب 8 4 49 متر على الثانيه. يبقى دي السرعه 2، حسبنا السرعه 2 اللي هي طالعه من الانبوب دي، يبقى دي خلاص الترم ده معايا. طب ايه رايك في ضغط 2؟ الضغط اللي خارج ده مش رامي على الاتموسفير، بنشتغل جيج احنا، فده بزيرو. يبقى كده لا لاحظ ان ايه؟ دي اللي احنا عايزين نجيبها كله معاها مع جاب ما عدا عن مين؟ مع الاتش اف. ما عدا عن الاتش اف. طب اتش اف بيساوي ايه؟ اتش اف بيساوي ايه؟ كتبنا القوانين بتاعتها احنا. اهي اف في ال على دي في تربيع على 2 جي. ال المره دي تعال نشوف ال هنحسبها ازاي. ال المسار من 1 ل 2، 1 اهي هنا عند السطح، 2 عند المخرج خالص. يبقى دي 1 دي 2. ال ال طول المسار اللي بيحصل فيه احتكاك من 1 ل 2، يبقى الطول ده كله. بس خد بالك في ملاحظه، هناخد الطول ده ازاي؟ هحسب 10 زائد 60 زائد 80 زائد 30. قال لك لا، طب ما هو ده المسار اللي مشي من 1 ل 2 هو ده 10 60 80 30. لا ما هو في جزئيه، هو ماشي في الخزان هنا ما فيش احتكاك، ما فيش لوسز، ما بيفقدش في الخزانات، ما فيش لوسز في الخزانات هنا، وبالتالي المسار بتاعك يبدا يتعدى في البايبس. حتى الشيت اسمه اندكتس، اللوسز دي بتكون في الدكتس، وبالتالي اخد ال بتاعتي 60 زائد 80 زائد 30. خلاص؟ يبقى المسألة هنا دي اتش اف اف ال على دي في تربيع على 2 جي. ال اهي 60 زائد 80 زائد 30. فهمنا ليه 60 زائد 80 زائد 30؟ قول المسار من 1 ل 2 اللي بيحصل، المسار اللي بيحصل فيه احتكاك. الديامتر 5 سم، الراجل مدهاني من بدري الماسوره دي ب 5 سم.
طيب ال velocity جايبينها اهي، معضلتي في مين؟ مش معضله ولا حاجه، بس يعني اللي فيها استشكال هتبقى مين؟ الاف. من الاف بتتجاب ازاي؟ اف ليها حالتين، يا اما تتجاب بالقانون المباشر اهو قلت لك اهو حتى لسه كاتبينها اهو في اللامينر فلو، اف بتساوي 64 على الرينج نمبر، او نروح على مين؟ على مودي تشارت في حاله التربلنت. طب اعرف الفلو بتاعي لامينر ولا تربلنت ازاي؟ سهله، مين اللي بيعرفك الفلو لامينر ولا تربلنت؟ مودي تشارت الرينج نمبر. تحسب رينج نمبر. طب اقدر احسب رينج نمبر المساله دي؟ اه سهل. ليه؟ لانك انت عندك المساله دي فيها السرعه معلومه ومعاك الدايمتر ومعاك الخواص، تقدر تحسب رينج نمبر. نقول رينج نمبر بيساوي رو في دي على ميو. الفيلوستي هو مدهاني الكثافه 9.98، السرعه حسبناها 8.49، في الدايمتر 5 سنتي، على لزوجة المية 1 من 1000. حسب الحسبة دي هو الراجل في الانسر بتاع الشيت اهو، حسب طلع ريوند نمبر معاه 42 424 ألف. يبقى طلع ده 424 ألف، وبالتالي وحدته ايه؟ ملوش وحده، ده مش لسه، وبالتالي كده دي اكبر بكتير من كام؟ من 2000. يبقى الفلو بتاعي تربلنت. ما دام الفلو تربلنت يبقى مش هتعرف تجيب اف بالقانون ده. اف تجاب من مودي تشارت. تروح على مودي تشارت بالمعلومات بتاعتك، ايه المعلومات اللي انت عايزها عشان تدخل مودي تشارت؟ عايز رين نمبر. رين نمبر بكام؟ ب 424 من 1000، يعني كام في 10 اس كام؟ لان انت عندك التدريج رقم في 10 اس 3 او رقم في 10 اس 4 او رقم في 10 اس 5 او رقم في 10 اس 6 وهكذا. ده انا عندي كده رقم 4.24 من 10 في 10 اس 5. ادي اهو دي الاربعه اهي، الناس تركز معايا. ادي دي اربعه، دي 4 في 10 أس 5، دي 4 في 10 أس 5، أنا الحسبة بتاعتي 4.24 من 100، يعني 4.3 من 10 مثلا أو 4.2 من 10، دي 4 ودي 6 وبينهم أهي أدي الخمسة، يبقى دي 4.5، أدي أهو يعني بعد الأربعة بحبة صغيرة خالص، ده اللي هو 4.2 من 10. طيب خلاص أنا عرفت إن أنا واقف، أنا عندي خط، أنا خط أفق رأسي، انا خط افقي بقى هجيبه ازاي اللي هو ابسل على دي؟ ارجع للمساله بتاعتي، هل حدد نوع المعدن اللي معمول مين الماسوره؟ قال لي الماسوره بتاعتي دي سموث بايب. الله، سموث بايب دي حلوه. لو المساله بتاعتي مش سموث بايب كان المفروض يقول لي دي بايب مثلا معموله من الستيل، الماسوره دي من الستيل او ماسوره من البلاستيك او ماسوره من الجزاز، ايا كان نوعها يحدد لي نوعها. وبناء على رقم معايا الورقه دي في الجدول، انا بدخل بالجدول ده اهو، ده الجدول بتاع مودي تشارت، وادي الجدول اللي بيديني الابسلون بتاع انواع المواسير بتاعتي. لو لو ستيل من الشكل ده او كونكريت خرسانه او خشب، ايا كان نوع المعدن اللي معمول منه الماسوره، بلاقي الابسلون بتاعتي. الارقام دي هنا بالقدم، وادي الارقام بالمليمتر، باخد الارقام بتاعتي بالمليمتر، يعني الماسوره لو بتاعتي من كاست ايرن ادي ابسلون على دي بتاعتي اهي 26، خد بالك ايه؟ ملي. انت بتحسب مين؟ هاخد ال 26 من 100 مللي دي وادخل بيها مودي تشارت؟ لا، مودي تشارت بندخل ابسلون على دي، محتاج ان انا لسه اقسم ابسلون دي على الدايمتر. طيب هنا اداني، قال لي لا دي قاليش حاجه، قال لي سموث باي. روعه سموث باي دي فين؟ ركز كده معايا، مودي تشارت، شوف اخر خط، اخر خط في مودي تشارت كاتب لك ايه على الراجل؟ سموث باي. ده لان السموث بايب دي اولموست تقريبا الابسلون بتاعتها بزيرو، فهو الراجل عامل لها خط كده في اخر مودي تشارت، اخر مودي تشارت. يبقى اخر الخطوط اللي النهايه بتاعت مودي تشارت هو ده السموث بايب. يبقى هاخد الخط ده تقاطعه، يبقى هو ده الخط الافقي بتاعي اللي انا همشي معاه، تقاطعه مع ال 4 في 10 اس 4، الاثنين دول يتقاطعوا مع بعض، هاخدهم كده على محور الاف. طبعا بعملها بالمسطره وبظبطها، بس انا بعملها يعني بسرعه، يعني اهي ان بتوين كده، دي الواحد من 10 واحد من 100 ودي 15 من 100، وبينهم كام شرطه؟ 1 2 3 4، اربع شرط، يبقى كل واحده بواحد.
يبقى هو كده عدل كام؟ دي بوينت او واحد ثلاثة واربعة، هي بين الثلاثة والاربعة يبقى 13 من 1000، ونضيف هنا مثلا دي في النص وليكن 5. يبقى الجس بتاعي انا بقول ان اف اهي ده لما طلعتها من مودي تشارت، اف بتساوي بوينت او واحد ثلاثة خمسة. يعني خد بالك احنا بنعمل علامة تقريبية. تعال نشوف هو في المودل انسر بتاع النموذج هنا الشيت حله ازاي وطلعه كام. شايف بوينت او واحد ثلاثة ستة. طبعا الفروقات دي بسيطة يعني. خلاص كده انت حسبت اف، ارجع للمسألة بتاعتك معاك اف وده كله حسبته، يبقى انت حسبت اتش اف، حسبت اتش اف يبقى قدرت تحسب له البريشر عند واحد. اهو الراجل راجع الكلام ده، عمل الحل ده هنا، عمو عامله سريع كده وباختصار. طيب المساله اللي بعدها ثلاثة، what level H must be maintained in the tank to deliver a flow rate of كذا through نص انش commercial steel pipe. انا مديني خزان ده فيه ارتفاع المية H، ومديني ماسورة، الماسورة دي قطرها كذا وليها طول كذا، ومديني الفلو ريت اللي بيطلع مديني كيو، عايز قيمة الارتفاع. نفس القصة حتى همشيها بسرعة المسألة دي. تعالى ناخد نقطتين، ادي نقطة واحد عند سطح الخزان وادي نقطة اتنين عند المخرج، ونبدأ نكتب الانرجي كويشن. هكتبها المرة دي بسرعة. بي واحد على جاما بكام؟ بزيرو. في واحد على جاما بزيرو. الزد واحد اللي هي اتش تساوي بي اتنين على جاما بزيرو. في اتنين تربيع على اتنين جي بقيمة اهي اللي هجيبها من الكيو، في تربيع على اتنين جي معايا اقدر اجيبها، زائد الزد اتنين بزيرو لان انا اديتها، ما هو خدته هنا اتنين الزد بتاعها بزيرو وواحد الزد بتاعها هو اتش، زائد اتش مين؟ زائد اتش اف اللي هي اف في ال على دي في الفي تربيع على اتنين جي. الفي معايا قلنا نقدر نجيبها بدلالة الكيو، الكيو اهي بتساوي ايه في الفي، فانت عينت الفي. ال طول المسار، هل ال هيبقى اتش زائد ال 80 فيت؟ لا، قلنا اتفقنا مفيش سريان، مفيش لوسز في الخزان، يبقى ال ال دي عبارة عن ال 80 فيت بس، يبقى ال معايا، والدي معايا اهو اللي هو نص انش. بس خد بالك من تحويل الارقام دي كلها، هي القصة في مين؟ اف. طيب ارجع للمسألة بتاعتك، اف جيبها ازاي؟ ها؟ اف من مودي تشارت، اولا قبل كده تحدد الريند نمبر بتاعك. تعال نشوف هو في الانسر حل وطلع ريند نمبر بكام عشان نعرف الفلو لامينر ولا تيربلاند، ونشوف هنشتغلها ازاي. حسب الاول الفلوستي طلعت ب 11 فيت على الثانيه، حسب ريند نمبر طلع بكام؟ 42000، ده اكبر من 2000 يبقى كده تيربلاند، يبقى كده لازم تحدد ابسلون على دي. ابسلون على دي بقى هحددها ازاي؟ المره دي ما قاليش سموث بايب، لا دي